على مستوى النادينا العظيم النادي الأهلي بيستعد طبعا للسفر للجزائر علشان طبعا المباراة المنتظرة أمام فريق شباب بوليسداد الجزائري، ده في الجولة الرابعة من مباريات طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا. الحقيقة النادي الأهلي النهاردة كان راحة من التدريبات، بكرة إن شاء الله يستأنف تدريباته بصورة طبيعية في ملعب استاد التتش ده قبل 24 ساعة من السفر للجزائر اللي هيكون بإذن الله يوم الأربعاء بعد بكرة، وهيكون الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في رئاسة البعثة. وطبعا عارفين النادي الأهلي دلوقتي في على قمة المجموعة برصيد 5 نقاط بالتساوي مع فريق يانج أفريكانز، لكن يعني بطل تنزانيا لعب مباراة أكتر، عنده مباراة زيادة. من المهم جدا إن احنا الحقيقة الخروج بنتيجة إيجابية بإذن الله. المباراة مش سهلة، المباراة صعبة، الأجواء هتكون أجواء ساخنة جدا جدا، إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية للنادي الأهلي ونقدر نفوز بهذه المباراة، علشان كمان بعديها بأسبوع هيكون عندنا مباراة أخرى مع ميدياما الغاني، دي هتكون يوم 23 الجمعة اللي بعد اللي جاية، وهيكون يعني مهم جدا إن شاء الله تكون المحطة الثانية بالفوز إن شاء الله. شباب بوليسداد إن شاء الله قادرين على الفوز وإحراز إن شاء الله نتيجة إيجابية. بعديها كمان كان من المفترض إن بعد مباراة شباب بوليسداد النادي الأهلي هيعود ويلعب مباراة طلائع الجيش في الدوري، لكن الحقيقة المباراة دي تأجلت لأن الفترة الزمنية قليلة جدا ما بينهم سفر للجزائر وبعدين ترجع القاهرة وبعدين تطلع على غانا تاني بعديها بيوم، الأمور كانت هتبقى صعبة جدا، وبالتالي النادي الأهلي اتأجل له مباراة طلائع الجيش اللي كان مقرر ليها يوم الاثنين بعد مباراة شباب بوليسداد، وهيتجه يعني في شكل كده إن شاء الله ربنا يكرمنا بس الأول في شباب بوليسداد، وبعدين بعديها بأسبوع ننتقل إلى غانا وهنقابل ميدياما الغاني في البطولة الأفريقية.